خطتنا التالية في هذه الجولة داخل القرية الذكية هي حوار خاص مع معالي الوزير مهندس ياسر القاضي. برحب بحضرتك معالي الوزير. أهلا وسهلا بك في القرية الذكية. أهلا بحضرتك. يعني يمكن أنا لسه قبل التسجيل كنت بقول لحضرتك أن أنا أول مرة أجي القرية الذكية. أنا عندي حالة انبهار بجد. القرية الذكية دي هي أحد العلامات المضيئة المهمة جدا جدا في مصر وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الحقيقة حضرتك شايف القرية الذكية مش المباني بس اللي أنت شايفها، المهم ما تحتوي هذه المباني. تحتوي هذه المباني الكثير من الشباب المصري. شباب مصري كتير بيشتغل في شركات، الشركات دي شركات عالمية، شركات عالمية كبيرة جدا جدا، وشركات قومية أو شركات وطنية. هذه الشركات من أهم الشركات وبيدوا خدمات. الخدمات دي بس مش بتؤدى لمصر وإنما بتؤدى لدول كثيرة في العالم. هكلم حضرتك عن الموضوع أكيد. ويمكن أنا يمكن الأسبوع اللي فات قابلت حضرتك بالصدفة في مؤتمر الشباب. أيوة. في الإسماعيلية، المؤتمر الوطني للشباب، وده اللي هيخلينا برضو ننطلق زي ما حضرتك أشرت من موضوع الشباب أو من قضايا الشباب. حضرتك بتقول لي أنه هذه المباني الجميلة ليست فقط مجرد مباني جميلة، ولكن هناك أعداد كبيرة جدا من الشباب اللي بيشتغلوا في شركات عالمية. أنا زرت معهد التكنولوجيا ومركز الإبداع وريادة العمل. يعني بصراحة يعني الطاقة الإيجابية اللي الواحد خرج منها يعني تخليه يعني كده إيه متحفز إنه يسألك، طيب أنتوا كحكومة كوزارة اتصالات دوركم إيه بالظبط عشان نفهم؟ خليني أقول لحضرتك على حاجة. المكانين اللي أنت زرتهم دول مكانين مهمين جدا، لأن إحنا بنتكلم عن أعداد الشباب اللي بتشتغل في القرية الذكية أو أعداد الشباب اللي بتشتغل في مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو في القطاعات الأخرى. فيجب عشان خاطر يبقى عندنا هذه الأعداد من الشباب يجب أن نؤهلهم. التأهيل بتاع الشباب بيجي على مرحلتين. حضرتك شفت المعهد، معهد التكنولوجي اللي هو الاي تي اي، والحقيقة الاي تي اي ده بيخرج الكثير من الشباب، سواء بداية من جوه عندهم كورسات او عندهم مواد تدريبية داخل الجامعات وما بعد الجامعات. يمكن احنا الشهر الجاي او كمان شهرين هنحتفل بالدفعة 37 للاي تي اي. الاي تي اي الحقيقة دوره تغير جدا جدا خلال السنة ونص اللي فاتت، بعد مبادرة السيد الرئيس بمبادرة المعرفة والتدريب من اجل المعرفة وعلماء المستقبل. اعداد الخريجين وشكل التدريب في معهد، في المعهد التكنولوجي او الاي تي اي، نوعية التدريب كل حتى الطريقه بتاعت التدريب تغيرت بشكل كبير. بعد ما كنا بندرب 700 واحد، النهارده هندرب 5000 او هنخرج 5000 واحد حقيقه متدربين بطرق مختلفه، الطريقه اللي هي التقليديه والطريقه عن طريق البلندد ليرنينج اللي هو جزء داخل الكلاس او داخل الفصل وجزء عن طريق الانترنت، وكمان اللي هو التدريب للناس ذوي المهارات الخاصه. الحقيقه دي من يمكن بتمثل تحول كبير جدا جدا في تقديم هذه التدريبات. جميل جدا. طيب انتوا متبنين هذه يعني المشروعات او هذه المبادرات، خلينا نقول انا من خلال يعني حواراتي مع بعض الشباب اللي هم عندهم حاضنات في مركز الابداع، شفت نماذج يعني بصراحة يعني مشرفة. هل انتوا دوركم ينتهي عند هذا الحد ولا بتكملوا مع هذه النماذج؟ خليني اقول لحضرتك اللي حضرتك شفته في مركز الابداع وريادة الاعمال ده واحد من المراكز اللي هتبقى موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية. القرية الذكية زي ما حضرتك شايفها كده حاجة جميلة مبهرة جدا. الناس اللي فيها والشباب اللي فيها كثيرين. تصور لو كل محافظة في مصر لديها قرية ذكية. ده المبادرة الثانية اللي احنا شغالين عليها طبعا، وسيادة الرئيس شغال عليها بتوطين تكنولوجيا المعلومات وإنشاء كيانات كبيرة في المحافظات اللي هي المناطق التكنولوجية. بدأنا منطقتين، واحدة في أسيوط والتانية في برج العرب، والنهاردة بندي في المنطقتين التانيين، واحدة في مدينة السادات اللي هي محافظة المنوفية، والثانية في مدينة بني سويف، إلى جانب صرح عملاق كبير في تحول كبير جدا في العاصمة الإدارية الجديدة وهي مدينة المعرفة. تصور حضرتك بقى لما يبقى عندنا مراكز إبداع وريادة أعمال في كل مكان. احنا عندنا في مركز ريادة الأعمال والإبداع اللي موجود اللي حضرتك شفته النهاردة كان فيه 102 شركة. تخرج من ال 102 شركة دي
حوالي 20 شركة، السنة دي فيه 20 شركة. تخرج منهم عدد من الشركات الكبيرة، مش كده وبس، كان في أفكار، هذه الأفكار حصلت على جوائز عالمية وجوائز دولية، زي مثلا الفكرة بتاعت رايح. رايح ده زي أوبر كده بس بطريقة تانية، كل واحد رايح في مكان ياخد معاه واحد تاني بدل ما الاتنين ياخدوا عربية. مين اللي عمله؟ شباب صغير جدا، شباب لسه في الجامعة. النهاردة احنا بنعمل لهم، بنقف جنبهم عشان خاطر يعملوا شركة، الشركة دي تقدر تكبر، ونقدر ان احنا نساعدهم عشان خاطر يكون عندهم بيزنس موديل يقدر يطلعهم بره. طيب استاذنك مع الوزير، خلينا نكمل حوارنا داخل هذا الهرم الزجاجي الجميل. وانا يعني عايز انوه يمكن اللي ما يعرفش الوزاره، وزاره الاتصالات اعتقد الوزاره الوحيده هنا الموجوده في القريه الذكيه. لا احنا القريه الذكيه كوزاره، الوزاره هي الوزاره الوحيده الموجوده، الوزاره يعني الوزير الوحيد اللي موجود وزير الاتصالات. وزير الاتصالات اكيد كل زمايلك بيحسدوك على المكان ده. والله يا فندم اللي بيجي وشوفوه بيحسدوني. مش كده؟ اتفضل. معالي الوزير، قبل ما ندخل الى هذا المكان الجميل، يعني كنا بنتكلم عن مدينه المعرفه. مدينه المعرفه من المشروعات اللي متحمس ليها جدا السيد الرئيس. يمكن احنا هنعرض دلوقتي على الساده المشاهدين اشكال تخيليه لهذه المدينه، وان شاء الله هذه الاشكال، هذه الجرافيكس تتحول الى حقيقه باذن الله. تكلمنا عنها، يعني إلى أي مدى هذه المدينة مهمة لمصر؟ طب خليني أقول لحضرتك إن ما تم عرضه النهاردة هو مش شكل تخيلي ولا جرافيكس للمدينة، هو ده الديزاين الحقيقي للمدينة. يمكن الديزاين ده يتغير بعض الشيء، لكن هو ده الديزاين العام لهذه المدينة. مدينة المعرفة هي باسمها طبعا سيادة الرئيس مهتم جدا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة القطاع ده بيلقى الكثير من الدعم من القيادة السياسية، والقطاع يستحق هذا الدعم، لأنه قطاع زي ما حضرتك شايف قطاع بيوفر فرص عمل كثيرة للشباب، ومش فرص عمل بس كثيرة للشباب، وإنما فرص عمل بكواليتي أعلى من أي فرص عمل تانية. والشباب اللي موجودين النهوات مش بيخدموا بس مصر، ولكن بيخدموا دول كثيرة في العالم. مدينة المعرفة الرئيس الحقيقة لديه استراتيجية مهمة جدا في إنشاء كيانات. يعني خلينا برضو نتكلم على الرؤية الكبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية رؤية القيادة السياسية والدولة لهذا القطاع. احنا بنتكلم في المناطق التكنولوجية او بنتكلم في مدينة المعرفة، فهو انشاء كيانات. هذه الكيانات تكون كيانات كبيرة وكيانات متكاملة، يعني احنا بنتكلم عن صناعات، هذه الصناعات صناعات مكملة بعضها لبعض. ما بنتكلمش عن فقط مباني كبيرة، وبنتكلمش عن أشكال عظيمة، وإنما بنتكلم عن المحتوى والكيان الخاص بهذا المحتوى. الكيانات لو ابتدينا نتكلم عن المناطق التكنولوجية عشان خاطر أطلع منها على إلى مدينة المعرفة، المناطق التكنولوجية كان المقصود منها والهدف والاستراتيجية الخاصة بالدولة والقيادة السياسية هو توطين تكنولوجيا المعلومات في المحافظات مصر المختلفة. حضرتك النهاردة بتصور معنا في القرية الذكية. تصور لو في 27 محافظة في مصر كل محافظة فيها مثل هذه القرية الذكية أو مدينة تكنولوجية، هذه المدينة التكنولوجية تقدم الخدمات للمحافظة وتقدم الخدمات للدولة، وتقدم خدمات الحقيقة تتخطى الدولة، وتقدم خدمات لدول أجنبية أخرى. تصور لما نفتح فرص عمل، ننتج فرص عمل للكثير من الشباب، لأن هذه الصناعة هي صناعة بتعتمد بالشكل الأساسي على الشباب وعلى الأفكار، فهي صناعة الفكر وصناعة بتستوعب الكثير من الشباب. نتصور لو الكيانات دي كيانات متكاملة، لو قلنا ان احنا هيبقى عندنا جزء خاص بالإبداع وريادة الأعمال، جزء خاص بالتدريب من أجل التوظيف ومن أجل التعليم، ده برضو مبادرات، جزء خاص بتقديم الخدمات العابرة للقارات زي خدمات التعهيد اللي هو اللي بنسميه البيزنس بروسس اوتسورسينج او الاي تي
الاي تي او الاي تي اوت سورسنج او النولج بروسس اوت سورسنج، ودي الحقيقه حاجات احنا في مصر بنتميز بيها عن اي بلد تانية. نتصور في هذا الكيان بيكون في مصانع للالكترونيات، مصانع تقدر تصنع التليفون المحمول الذكي، تقدر تصنع الابلاينس او المستلزمات اللي موجوده في البيت الخاصه بالاتصال، سواء اذا كانت اللي احنا عندنا الوايرلس او الراوترز أو, او 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 وسائل كثيره جدا جدا. نتصور لو عندنا كل هذه المصانع الى جانب مصانع تانية مكمله عشان خاطر تدي للمصانع دي، سواء اذا كانت في اجزاء بلاستيك، ازاي المصانع دي تدي البلاستيك اجزاء للباور سبلايز، اجزاء لحاجات كثيره جدا. فاحنا بنتكلم عن كيان، هذا الكيان في التدريب، في التعليم، في التصنيع، في تقديم الخدمات، هذا الكيان كيان كبير. ازاي بقى نركز على تنميه هذه العقول؟ هو ده الاستراتيجيه الخاصه بالدوله. اما عن العاصمه الجديده فالحقيقه هي الفلسفه وراء مدينه المعرفه، هي الفلسفه وراء انشاء عاصمه جديده. اذا اردنا ان ننشئ عاصمه جديده فالاستراتيجيه الخاصه بالدوله هو ان تكون هذه العاصمه مبنيه على احدث ما توصل اليه العلم، مبنيه كمان فيها اجزاء او كلاسترز، الكلاسترز دي بتتحدث عن المعرفه. هذا الكيان العملاق اللي هيبقى في العاصمه الاداريه الجديده او في العاصمه الجديده هو عباره عن 300 فدان، 300 فدان دي محدده للمدينه المعرفه. احنا الحقيقه يعني خدنا خطوات جاده جدا في انشاء هذه المدينه او في البدء في عمل الديزاين او الرسومات الخاصه بالمدينه، واحنا بصدد الحصول على ال 300 فدان عشان خاطر نبدا في هذه المدينه. مره ثانيه هي كيان، الكيان ده هيعتمد بشكل اساسي على المعرفه، هيعتمد على الريسيرش اند ديفلوبمنت، هيعتمد على الابداع ورياده الاعمال، هيعتمد على الحقيقة على بعض المؤسسات العلمية المهمة جدا. احنا الحقيقة في تواصل وفي بعض الاتفاقيات المهمة جدا مع الكثير من الجامعات والمؤسسات العلمية اللي هتكون موجودة في العاصمة الجديدة بشكل او في مدينة المعرفة بشكل متكامل. جميل جدا. حضرتك يمكن وانت بتكلمني عن مدينة المعرفة وبتكلمني عن النية في جعل هذا النموذج اللي احنا موجودين فيه، واقصد القريه الذكيه موجوده في 27 محافظه لو طبعا سمحت الامكانيات. حضرتك كلمتني عن مناطق تكنولوجيه موجوده بالفعل، بعضها موجود في الصعيد في اسيوط. ماذا عن نوادي التكنولوجيا؟ ازاي بتشتغل دلوقتي؟ طب خليني اقول لحضرتك، نوادي التكنولوجيا دي برضو احد الحاجات ازاي نتواصل مع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. متهيألي تكلفتها يعني أقل شوية أو يعني مصاريفها أقل شوية. البزنس موديل بتاعها بزنس موديل مختلف. المنطقة المناطق التكنولوجية البزنس موديل بتاعها هو إنشاء كيانات، هذه الكيانات كيانات كبيرة عشان خاطر تقديم خدمات وإتاحة فرص عمل. أما نوادي التكنولوجيا فالتركيز بالأساس على التعليم وعلى الإتاحة. إتاحة التكنولوجيا المعلومات لكل المواطنين. فاحنا في نوادي التكنولوجيا البيزنس موديل بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان احنا بنؤهل بعض الاماكن المهمه على مستوى المحافظات المختلفه، سواء اذا كان المبنى الخاص باداره المحافظه او سواء اذا كان مركز ثقافي او مدرسه، بنهيئها عشان خاطر تكون مراكز تكنولوجيه يمكن للطلبه الصغار، حتى لو مكتبات ممكن للطلبة الصغار، ممكن للطلبة اللي هم اللي لسه في الجامعات، ممكن انهم يكون عندهم الفرصة انهم يكون عندهم اكسس على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. خليني اقول لحضرتك احنا بصدد الحقيقة المشروع ده مشروع مهم جدا اللي هو تكنولوجي اون ذا ويل. تكنولوجي اون ذا ويل ده احنا بنتكلم عن هيبقى عندنا اتوبيسات وعربيات ضخمة جدا، العربيات دي هتبقى عربيات مجهزة من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، هتجوب كل المحافظات وهتبقى موجودة في المحافظات في أوقات مجهزة بإيه يا معلم؟ مجهزة بالبي سيز بتاعتها أو بالكمبيوترز بتاعتها موجودة الكونكتيفيتي أو الاتصال ما بينها وما بين السيرفرز اللي بره، هيبقى في عندنا كونتنت أو محتوى، هذا المحتوى يكون بيخص الناس اللي هم يقدروا يخشوا، هيكون عندنا الحقيقة مجموعة من لو حد عايز يخش على مكتبة أو على كتاب يقدر يقراه، حد عايز يخش عشان خاطر يعمل خدمة من
الخدمات الحكومية يقدر يخش ويعمل خدمة من الخدمات الحكومية، حد عايز يتواصل مع الآخرين عن طريق استخدام السوشيال ميديا أو عن طريق استخدام التواصل الاجتماعي يقدر أنه هو يخش عن طريق هذه المراكز. مراكز متنقلة. هتبقى عربات كبيرة جدا. العربات دي هتبقى مجهزة تجهيز كامل. احنا بنتكلم خلال الثلاث ثلاث اشهر القادمين ان شاء الله هتبداوا تشوفوها في المحافظات. نبدا بكم عربيه؟ نبدا على باربع عربيات. الحقيقه هناك تعاون كمان مع شركات عالميه هنزود عدد العربيات دول او الاتوبيسات الكبيره دي. جميل جدا. وده بيقودنا الى مساله استخدام الانترنت. يعني ما فيش شاب دلوقتي لا يمكنه انه يتحرك بدون الانترنت. طيب الفئات المتوسطة الحال بتشتكي من أسعار الإنترنت. خليني أقول لحضرتك على حاجة. هو أسعار الإنترنت في مصر مقارنة بأسعار الإنترنت وأسعار المكالمات في العالم هي يعني أسعار متناسبة. ولكن أنا طبعا يعني أنا يعني قادر أن أنا أتفهم الحاجة لأسعار أقل للإنترنت لبعض المستويات. خليني أقول لحضرتك على حاجة. إحنا عندنا النهاردة لغاية قريب ما كانش كان عندنا 512 كي و260 كي. النهاردة إحنا هنطلع برة السرعات دي وهنقول إن أنا طلبت من الشركات اللي عاملة في مجال الإنترنت إن تكون أقل سرعة موجودة هي 4 ميجا. لو أقل سرعة موجودة هي 4 ميجا ونقدر إن إحنا الأسعار تبقى أسعار معقولة لهذه الأربع ميجا، يبقى هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن الأسعار شكلها العام شكل بقى أكثر قابلية عند المواطنين وعند المشتركين. ماذا عن الخدمة؟ برضو في شكاوى من سوء الخدمة؟ الخدمة الشكاوى كانت أكثر بكثير من سنة ونص أو من سنة وثمان شهور. الشكاوى قلت كثيرا جدا لأنه كان اتعمل مجهود الحقيقة من الشركة المصرية للاتصالات، مجهود مهم ومحترم خلال فترة لبعض السنترالات. احنا عندنا 1660 سنترال اتعمل عندنا بعض الإصلاحات في الكثير من السنترالات والشبكة الأرضية. الشبكة الأرضية دي شبكة نحاسية عمرو بيه كانت بقالها 17 سنة لم يتم صيانتها. مش بس 17 سنة لم يتم صيانتها، الشبكة دي مش معمولة في مواسير. الشبكة دي معمولة على كابلات نحاسية مردوم عليها الأرض. شبكة نحاسية بصراحة مردوم عليها الأرض، يعني حتى مش قادرين إن احنا نشد الكابلات ونحط كابلات تانية. عملنا غيرنا جزء كبير جدا بالفايبر، والحقيقه انا بتوقع خلال لغايه اخر السنه دي اخر سنه 2017 الشكاوى دي مش هتقل، هتختفي خالص. بس هيطلع لنا شكاوى تانية طبعا عشان خاطر الاسعار. لا هيطلع لنا شكاوى تانية عشان خاطر الاحتياجات دايما بتزيد. التطبيقات الخاصه بالانترنت الحقيقه تطبيقات بدل ما كانت تطبيقات بسيطه فيها ان الناس تبعت رسائل وتبعت ايميلز، النهارده الناس بتنزل فيديوز وبتنزل حاجات كتيره جدا. فانا متوقع ان هيبقى بس الشكاوى مش هتبقى الشكاوى دي ان شاء الله تكون شكاوى تانية افضل بكثير. مش المفروض معالي الوزير انه الجيل الرابع يقوي شبكه الاتصالات جدا؟ هيقوي شبكه الاتصالات جدا. اولا هيقوي الكفرج، هيقوي التغطيه لان في بعض الاماكن مثلا مش متغطيه تغطيه كبيره. الحقيقه الترددات الجديده هتزود التغطيه بشكل كبير. وشبكات الجيل الرابع او ال تي اي الحقيقه هتدي بسرعات، السرعات دي سرعات غير مسبوقه وسرعات تضاهي السرعات العالميه. ارجع برضو للاسعار، مش المفروض انها ترخص مع الجيل الرابع؟ لما الاسعار لما الجيل الرابع ينزل ده خدمات جديده بشكل جديد بفلوس كتيره. حضرتك في انفستمنت حصل وفي انفستمنت بيحصل، في استثمارات كثيره جدا جدا على مستوى الشركات. هذه الاستثمارات موجوده. وهرجع اقول لحضرتك ان الاسعار هي عمليه تجاريه. هذه العمليه احنا طبعا بنتدخل فيها عشان خاطر حمايه المواطنين، ولكن احنا بيهمنا مراعاه المواطن والأسعار المقدمة للمواطن والخدمات تكون أفضل للمواطن. بمناسبة الاستثمارات، حضرتك كنت في جولة في أمريكا في الفترة الأخيرة أو في الدول الأوروبية. هل في اتفاقات؟ هل في كلام عن تعاون عن استثمارات جوا مصر فيما يتعلق بمجال الاتصالات؟
انا تاخرت على حضرتك في الانترفيو شويه لان كان عندي شركه امريكيه كبيره جدا، واحده من الشركات الكبرى في امريكا. كان رئيس الشركه السي او كان موجود معاه النهارده. ابتدوا في استثمارات، ده نتيجه واحده برضو من اهداف الزياره اللي كانت معانا. زرناهم، هم جايين النهارده بيعملوا استثمارات في مصر. هم كانت استثماراتهم معظمها بيعملوا استثمارات خلال السنتين اللي جايين ب 2 بليون دولار على مستوى العالم، مش على مستوى مصر بس. 2 بليون دولار النهارده بيستحوذوا خلال الفتره اللي جايه على شركه كبيره في مصر، وكمان هيكبروا عدد الاستثمارات اللي موجوده في مصر. دي واحده من الشركات اللي تم زيارتها خلال هذه الفتره السابقه. الشركه اسمها انفور، عشان خاطر يعني برضو ما بنتكلم كده. هي العلاقات تحسنت بشكل كبير جدا. والحقيقه طبعا يعني سياده الرئيس بزيارته الاخيره لامريكا حقيقه يعني عملت فرق كبير جدا جدا في أولا الاهتمام الشركات الأمريكية والشركات العملاقة بتواجدها في مصر. هذه الزيارة دي كانت زيارة احنا قابلنا فيها شركات كثيرة، كان في هناك اتفاقيات، وهذه الاتفاقيات الحقيقة هتبقى موجودة على أرض الواقع خلال الشهر ده والشهر اللي جاي إن شاء الله. احنا اتقابلنا مثلا مع شركة زي شركة سيسكو سيستمز، وهي من أكبر الشركات على مستوى العالم في الجزء الخاص بتكنولوجيا الاتصالات والراوترز. هتقابلنا مع الرئيس مجلس الإدارة، وهناك الكثير من الموضوعات والمشاريع الكبرى اللي هتعملها الشركة في مصر. وحنا بننتظر زيارة رئيس الشركة لمصر علشان خاطر نعلن عن مبادرة من أهم المبادرات على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط. يعني هذه المبادرة ليست مبادرة لمصر فقط، وإنما سوف تكون مبادرة على مستوى العالم هيتم إعلانها من هنا. كلمنا الحقيقة يمكن مبادرة، معلش مع الوزير أنا آسف، يعني مبادرة في إيه؟ المبادرة بتتكلم عن حاجة اسمها الكانتري ترانسفورميشن أكسلريشن، اللي هو أو كانتري ديجيتاليزيشن أكسلريشن، اللي هو إزاي التحول الرقمي للدول. الحقيقة التحول الرقمي للدول هي عبارة عن إنيشيتيف أو عبارة عن مبادرة. هذه المبادرة مش هتتم على مستوى العالم كله، وإنما في بعض دول. والحقيقة الشركة لما اتكلمنا معها لما لها من طبعا مصر من البلاد المهمة جدا في الشرق الأوسط، وقد تكون مصر هي الدولة اللي سوف يختاروها عشان خاطر بدء هذه التجربة أو إطلاق هذه المبادرة من الشرق الأوسط. احنا اتكلمنا كمان مع شركة ديل وإي أم سي. اتكلمنا، أنا اتقابلت الحقيقة كان لي لقاء مع مايكل ديل اللي هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والأونر الخاص بشركة ديل وإي أم سي. تحدثنا في الكثير من المشروعات. إي أم سي وديل موجودين في مصر، إزاي نقدر إن احنا نطلع بالعلاقة ما بين ديل وإي أم سي عشان خاطر في مركز ريادة أعمال موجود في مصر. المركز النهاردة موجود فيه حوالي 1100 واحد، إزاي هنقدر نزود كل سنة 25% أو 250 واحد كل سنة هيشتغلوا شاب، وكل سنة هيشتغلوا في الحقيقة في ليفل أو في مستوى عالي جدا، وهو مستوى الأبحاث وريادة الأعمال اللي هو Research and Development، إزاي اللي هو الأبحاث والتطوير. الحقيقة دي هتبقى نقلة كبيرة جدا جدا. واتكلمنا إزاي كمان هنتعامل مع الجامعات، وهيبقى في بعض الملاحق بتاعة الشركات أو التكنولوجيا هتبقى موجودة في الجامعات عشان خاطر الجامعيين يكونوا مؤهلين للعمل في مثل هذه الشركات. تكلمنا مع شركة أو تقابلنا مع شركات زي شركة فيزا العالمية، والحقيقة تكلمنا معها في الكثير من الأعمال اللي احنا بنتكلم، وهي موضوعات استراتيجية خاصة بعملية الشمول المالي، وإزاي الشمول المالي هيكون موجود في مصر أو فاينانشال انكلوجن. ووزارة الاتصالات الحقيقة بتلعب دور أساسي ومهم في عملية الشمول المالي، لأن عملية الشمول المالي بتعتمد بشكل أساسي على حاجتين، على الانفراستراكشر أو على البنية الأساسية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الكوميونيكيشن أو على الاتصالات، إلى جانب طبعا الجزء الهام جدا جدا هو الاستراكشر بتاع الشمول المالي. وإحنا عندنا طبعا البريد المصري اللي منتشر على مستوى الجمهورية، 3800 مكتب بريد بيقدموا خدمات
في القرى والنجوع والكفور وفي أماكن كثيرة جدا. تكلمنا كمان مع شركة ماستر كارد، طالما بنقول على فيزا فتكلمنا على شركة ماستر كارد. كل الشركات دي احنا التقينا برؤسائها، يعني رؤساء هذه الشركات، وهتجدوا قريبا جدا ان كل رؤساء الشركات اللي احنا تحدثنا معاهم بيزوروا مصر قريبا جدا جدا، مش بيزوروا مصر لمجرد الزيارة وإنما لتوقيع اتفاقيات. هذه الاتفاقيات تم بدءها في الزيارة، ثم كان في طبعا خطابات متبادلة وفي وركشوب أو أعمال كثيرة ما بيننا وبينهم عشان خاطر نصل إلى اتفاقيات إزاي سوف نطلق، ليس فقط مبادرات وإنما سوف نطلق أعمال. هذه الأعمال سوف تتحولنا إلى ما نسميه بالمجتمع الرقمي. تكلمنا عن الحقيقة، تقابلنا مع شركة زي شركة جونيبر العالمية، وهي برضو من الشركات الكبيرة جدا جدا اللي تكلمنا معها الحقيقة في إزاي نقدر يقدروا عندهم سنتر اوف اكسلنس في مصر، يبقى عندهم سنتر اوف اكسلنس، وإزاي يقدروا يصنعوا بعض منتجاتهم في المناطق التكنولوجية في أسيوط وفي برج العرب. الحقيقة احنا برضو واحنا بنبقى هناك بيبقى عندنا اهتمام شديد جدا جدا بانهم يتواجدوا ليس فقط في القاهره وانما يتواجدوا في اماكن مختلفه. اتقابلنا مع اوراكل، اتقابلنا مع اس اي بي. يمكن انا ليه بذكر اسماء؟ الاسماء اهم جدا جدا، لان من قابلناهم من اسماء هي اسماء كبيره. اتقابلنا مع شركه زي شركه سينابسس. سينابسس دي وشركه منتور جرافيكس، دول من اكبر الشركات في العالم في الجزء بتاع الالكترونيك كومبوننتس. الالكترونيك كومبوننتس دي مصر متقدمه فيها جدا. احنا عندنا مبادره رئاسيه الخاصه بالالكترونيات من ناحيه التصميم والتصنيع. التصميم مصر الحقيقه متقدمه جدا، وعندنا شركات كثيره جدا اكتشفنا انها شركات بتعمل في التصميم. ازاي يمكن ان احنا نستفيد او الشركات دي تبقى موجوده في مصر وتستفيد من هذه الشركات اللي موجوده؟ الاسماء زي ما قلت لحضرتك بتعبر عن قيمة الدولة، قيمة مصر، وقيمة اهتمام الشركات الأمريكية الكبرى بتواجدها في مصر. أنا طبعا أخشى أن أنا أكون نسيت بعض الأسماء، ولكن أنا أقدر أؤكد لحضرتك أنها كانت زيارة ناجحة جدا جدا، وكان الحقيقة زملائي الفريق العمل اللي كان معايا أرجو أنهم يسامحوني لأنهم ما كانوش بيناموا لا ليل ولا نهار من الجيت لاج ومن العمل الكثير المتواصل. مفهوم، انا متخيل طبعا، لكن كمان متخيل نفسي مع الوزير، يعني مكان حضرتك او مكان اي مسؤول مصري وانا بتقابل مع الناس دي وهم بيسالوني عن ظروف الاستثمار في مصر. مش عارف هل تعرضت لاسئله من هذا النوع ولا لا؟ مناخ الاستثمار طبعا بتجاوب ازاي او جاوبت ازاي؟ طب شوف قول حضرتك حاجه مهمه قوي. اولا احنا كنا او وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كانت من الوزارات النشطه جدا 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 في اعداد قانون الاستثمار. الحقيقه كنا دائما مع سواء وزاره الاستثمار او حتى مع مجلس النواب، لان احنا كنا باستمرار عندنا الجزء الخاص بالاستثمار ده جزء مهم، لان احنا بنأتراكت او بنجذب الكثير من المستثمرين. حقيقة قانون الاستثمار شيء مهم جدا، وكان احنا حاطين في قانون الاستثمار شابتر مهم جدا بيركز على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هي دي مهمة جدا بالنسبة للعالم. دول زي لما اقول لحضرتك مثلا على صناعة الالكترونيات في العالم، صناعة الالكترونيات في العالم بتساوي 2.5 تريليون دولار. صناعة الالكترونيات في العالم 2.5 تريليون دولار تساوي 4 مرات حجم صناعة البتروكيماويات في العالم. صناعة الالكترونيات في العالم دي يعني يمكن اكتر في 4 دول هي تقريبا اللي واخدة الماركت شير الاكبر من هذه الصناعة. مين؟ سنغافورة ماليزيا الصين، والدولة الرابعة فيتنام. وفيتنام دولة يعني شيوعية أو دولة يعني اشتراكية. تصور بقى إحنا نقدر نبقى عندنا، هل يبقى لينا موقع ما بين هذه الدول ولا لا لو ركزنا على الجزء الخاص بالإلكترونيات؟ إحنا بنحذو حذو هذه الدول في إن إحنا بندي حوافز اكتر لكل اللي بيجي في الالكترونيات، لانها اولا صناعه عقول، صناعه بتستمر لوقت طويل جدا جدا، صناعه غير موسميه. يعني احنا عندنا بعض الصناعات ممكن بعض احداث بسيطه تخليها تختفي،
لكن الصناعات اللي احنا بنتكلم عليها دي صناعات مستدامه ومستمره برغم اي تحديات، لان الاستعاضه على الناس اللي بتعمل الصناعات دي ياخد وقت طويل جدا جدا، فعلى بال ما الوقت ده يكون مر تكون الاحوال استقرت، فباستمرار هذه الصناعه الصناعات بتحافظ على استمراريتها. ده صحيح، وده يمكن خلاني برضو بفتكر دلوقتي انه حضرتك بسميت العديد من الشركات الكبرى. جميل جدا ان يكون لينا علاقات ولينا تعاون ولينا على الاقل مفاوضات مع هذه الشركات، ديل زي ما حضرتك اشرت، بس انا سمعت انه في شركه كبيره زي انتل بتصفي اعمالها في مصر، الى اي مدى هذا الكلام صحيح؟ الكلام ده يعني مش صح. انتل اشترت في عز الايام بتاعه ال 25 اشترت شركه كبيره جدا جدا في مصر استحوذت عليها اسمها شركة سيشدي سوفت. أنا ليه بتكلم بالأسماء عشان خاطر الحقائق تكون حقائق واضحة. لما اشتريت سيشدي سوفت كبرت عدد خدت العدد بتاع الموجود في سيشدي سوفت ده وضمته إلى شركة انتل. الشركات العالمية عموما بشكل عام بتركز في دول بعض الصناعات، يعني أقول والله أن أنا عايز أعمل ديتا سنتر، مش هعمل في كل حته في العالم داتا سنتر، بس انا عندي 10 داتا سنتر، انا خليني اكونسوليديت الداتا سنتر في 3 فتكون مصر واحده من الثلاثه، او خليني اركز في الجزء الخاص بالوايرلس في مصر فتبقى مصر واحده من الدول اللي بتركز فيها في الوايرلس. فالاعداد بتاعه شركه انتل هي اعداد لم تنقص، ولكن بعض الناس تم تحويلهم من دوله الى دوله، مش لكن هم مصريين انتقلوا من مكان الى مكان اخر، وده حصل في اماكن كتير مش بس انتل. ليه؟ لان احنا بنركز بقى ان احنا نكبر العدد في اندستري تانيه جوه انتل، بس انتل من الشركات المهمه جدا اللي الحقيقه عندها كوميتمنت عاليه جدا والتزام بتواجدها في مصر. علشان نوصل لهذا الهدف ان احنا نعمل تعاون مع مثل هذه الشركات، نجيب استثمارات في مجال التكنولوجيا، استثمارات يعني قد تكون بديلة لأشياء يعني فيها صعوبات حاليا أو مجالات أخرى. التكنولوجيا، متى تكون التكنولوجيا مادة أساسية في المدارس؟ احنا نتكلم عن التعليم الجامعي، حضرتك أشرت إلى التعليم الجامعي، متى تكون التكنولوجيا مادة أساسية في المدارس من طفل وهو صغير؟ أنا خليني أقول لحضرتك إن طبعا هناك بعض التركيز الكبير جدا جدا على التحول في النظم التعليمية المختلفة. احنا طبعا التكنولوجي موجودة في الجامعات، موجودة في كل تقريبا في معظم الجامعات بكل الكليات، يعني تقريبا كل الكليات بتستخدم التكنولوجي، والتكنولوجي موجودة كمادة، هي موجودة طبعا في الكليات اللي ليها علاقة بالآي تي أو اللي ليها علاقة بالاتصالات. التحول في التعليم هي هناك طبعا مجهودات كبيرة من السيد وزير التربية والتعليم في بناء الاستراتيجية الجديدة في التعليم، سواء التعليم ما قبل الجامعي العادي أو التعليم الفني. هي في التعليم الفني هناك مواد بتركز على التكنولوجي، يعني عندنا بعض التعليم الفني اللي بيركز على التكنولوجي، وإحنا بنتعاون مع معالي وزير التعليم التربية والتعليم في إزاي نبدأ نخلق الكاريكولمز أو المواد الخاصة بالتكنولوجي. ولكن زي ما حضرتك عارف أن التحول أو التغير في العملية التعليمية والاستراتيجية التعليم بتاخد وقت. طيب آخر سؤال، أنا عارف أن طولت على حضرتك بس أنا استنيتك برضو كتير. أنت شرفتني وأنا معجب جدا جدا بلبسك بالقميص، وانا حاسس ان انا اوفر دريست. انا قالوا لي تعالى كاجوال، قالوا لي تعالى كاجوال. جميل، انا بقول لك ان انا يعني غيران منك. بس الجو هنا جميل. لا الجو رائع. بنتكلم برضو عن الاستثمارات في تقارير لمؤسسات بحثيه بتقول انه فرص الاعمال لشركات التكنولوجيا في مصر في سنة لغاية سنة 2026 حوالي 2.9 مليار، يعني تقريبا 3 مليار دولار. ده الرقم ده واقعي؟ الرقم ده واقعي، بس ازاي هنحوله على السنوات وازاي نقدر نماتش ده او يبقى متواكب مع الخطة بتاعتنا بتاعت التنمية المستدامة الخاصة ب 2030. كل ما نقوم به الآن، يعني انا بس يعني رسالة مهمة جدا للمشروعات القومية الكبرى،
عن المشروعات القومية الكبرى. كل ما تقوم به الدولة واستراتيجيات الدولة والقيادة السياسية في المشروعات القومية الكبرى هذا ليحقق المستقبل للأجيال القادمة. بدون عاصمة جديدة سوف تكون مصر مختنقة أو القاهرة مختنقة. احنا الكلام بيدور عن عاصمة إدارية جديدة ولا عاصمة جديدة؟ أنا يعني هو أنا شخصيا يعني ترجمتي ليها أنها عاصمة جديدة. والعاصمة جديدة وهي في الدستور العاصمة تكون في نطاق القاهرة وهي في نطاق القاهرة. فالعاصمة جديدة هذا ما نتمناه. أن تكون مصر الجديدة اللي فيها شبابنا والأجيال الجديدة تكون على نفس المستوى اللي حضراتكم شايفينه ده هذا مشروع قومي. هذا ما يستحقه الجيل القادم وهذا ما تستحقه مصر. كمية الطرق اللي احنا بنعملها دي هي مشروعات المستقبل. المناطق التكنولوجية اللي احنا بنعملها على مستوى المحافظات لتوفير فرص عمل وتوطين تكنولوجيا والإدارة الجديدة والشكل الجديد والسياسة الجديدة والاستراتيجية الجديدة للدولة علشان خاطر تنمية شبابها. حقيقة دي اللي احنا بنسميه التنمية المستدامة. من هم قائمون على العمل الآن يعملون للمستقبل والمستقبل أجيال قادمة. حضرتك متشكر انك اديتني الفرصة ان انا اتكلم اطلع من 2.9 او 3 مليار دولار الى فلسفة واستراتيجية الدولة والقيادة السياسية. وأنا بشكر معاليك شكرا جزيلا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ويعني على إتاحة هذه الفرصة في هذا المكان الفريد اللي فعلا نتمنى أنه يكون زيه موجود في محافظات عديدة مش بس عندنا في القاهرة. أنا بدعو حضرتك أن اللقاء اللي جاي يبقى في برج العرب أو في أسيوط. خليها في أسيوط لأن أنا صعيدي. يبقى في أسيوط. أسيوط يا ريت اللقاء القادم يكون في أسيوط بإذن الله بكل سرور وتتعرف على التريننج والشباب اللي موجودين في أسيوط. ولازم تعرف حاجة مهمة قوي إن إحنا بنبدأ المنطقة التكنولوجية في مكان هذا المكان قد يكون بعيدا عن السكن ولكن بننشئ حواليه تطوير عمراني حواليه. إحنا بمجرد ما بدأنا المدينة التكنولوجية المنطقة التكنولوجية في أسيوط جامعة أسيوط الجديدة بدأوا شرعوا في البناء جنبنا على طول. جميل. بمجرد ما بدأنا أو انتهينا من المدينة التكنولوجية في برج العرب الجامعة اليابانية والجامعات وأكاديمية الأكاديمية العربية بدأت في الإنشاءات بتاعتها علشان خاطر إحنا بننشئ مجتمعات جديدة. عنصر جذب للآخرين هكذا تنشأ المجتمعات الجديدة. شكرا جزيلا مع الوزير ياسر القاضي على هذه الفرصة. مشاهدينا حاولنا ان احنا نقدم لحضراتكم صورة مختلفة، صورة مش وردية ولكن هي صورة واقعية موجودة في بلدنا. انا يعني زي ما قلت لمعالي الوزير انا اول مرة اجي القرية الذكية فانا عايش لسه حالة انبهار باللي انا شفته وعايش حالة من الامل من الكلام اللي احنا سمعناه من معالي الوزير ياسر القاضي. كده تنتهي حلقة النهاردة، نشوفكم بكرة في نفس الموعد بإذن الله. تصبحوا على خير.